commencer par une technique qu'on appelle le théâtre image. Ça veut dire qu'on va montrer des tableaux dans lesquels il y a des gens, notamment des jeunes filles et des femmes, qui sont opprimées, c'est-à-dire qui ont un problème. باش نعرضوكم خدنا ما يعرف بمسرح الصوره باش تشوفوا ثلاثه صور في الصور الثلاثه فما وضعيه ابتهاج ديما في الصور الثلاثه مشتركه بيناتهم اللي هي المراه هذه من فوضى الابتهاج Une fois qu'on aura vu ces petits ces tableaux arrêtés, on va vous demander si vous pensez que c'est bien ce qui se passe sur scène. Si vous pensez que c'est pas bien, eh bien, vous allez venir avec nous et essayer de transformer ces images. Pour faire des choses belles dans lesquelles il n'y a plus de personnes qui ont des problèmes. D'accord ? Voilà. في التصور هذوما الثلاثة كما قلنا ديما ثم وضعية ارتياد، مرأة في وضعية ارتياد. بمشاركتكم أنتم في كل مرة باش نحاولوا نخرجوا الضحية هذه من الحالة اللي هي فيها، معناتها كل باش نحاولوا نخرجوها من وضعية الارتياد اللي تعيش فيه. وحاليا باش تشوفوا التصاور هذوما. هذه هي الصورة الأولى، وتوا باش نشوف مع بعضنا الصورة الثانية. وتوا باش نشوف مع بعضنا الصورة الثالثة. وكما شفتوا فما ثلاث صور في كل تصويرة فما شخصية مضطهدة ولا شخص مضطهد حسب رأيكم وهذا سؤال موجه لكم في كل صورة شكون الشخص المضطهد في الصورة الأولى شكون الصورة المضطهد شكون الشخص المضطهد اي واحد يحب يبدل يتفضل بدل جيست ارت بدل الحرب بدل نقص وضعيه الارتياد Bien, 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 bien.
Un geste, ok. Qui veut changer encore autre chose? Un geste. هذه ما زالت هذه في الصورة هذه ديما فما وراية اضطهاد اجلس سافا هيك تصور ما عادش فما اضطهاد مازال شكون قال مازال اجا بدري ايش الوضعية الأولى وباش نشوفوا كيفاش الوضعية اللي وصلنا للأخر كيفاش عملية التحول تصير من الأول للأخر وكيفاش هذه تصير بعناء ولا بسهولة دونك باش نعاود نرجع للوضعية الأساسية وكما تشوفوا تصور رجعت الوضعية الأساسية وتوا باش نعاودوا نوصلوا للوضعية اللي أنتم عملتوها اللي شربتوا في تكوينها قاعدين نشوفوا التصور كيفاش قاعدين يتبدلوا بالسياسه ليه هذه هي الوضعيه اللي وصلتوا لها انتم في الاخر بعد الشيء اللي غيرتوه انتم مره اخرى باش نحاولوا نعاودوا نرجعوا باش تشوفوا وتركزوا جيدا في الحركه اللي قاعده تصير في كل تصويره باش نعاود نرجع للوضعيه الاساسيه ونعاود نوصل حتى الوضعية اللي اتفقت عليها الناس الكل هذه الوضعية الأساسية وتوا باش نشوفوا عملية التحول السؤال مطروح لهنا اسك بالحق بالساهل في المجتمع اللي تصير الوضعية هذه والتحول هذايا والتغيير هذايا ولا مش بالساهل
حركة اثنين ثلاثة. أول حاجة لوبجي ما يخرج جملة مازال فما ارتياح مازال فما ميرسي. باهي الصورة هذه نوعا ما أفضل من الآخرين. باهي باش ناخذ الصورة هذه كأنها صورة رئيسية باش نكمل نبني عليها ليل نوصل للتصويرة المثالية بتاعنا. شكون عنده إضافة؟ شكون عنده إضافة؟ تفضل. يا استاذ ايش اعمل؟ ايش اعمل؟ الساعة خلي السيد ياضي يعطي المقترح نتاعو. تفضل سيدي. ابتداء من الصورة هذه نكمل على هذه. تفضل. إذا تصور فيها صورة مثالية ربما الشرط الشرط اللعبة راهو ما تتكلمش تعمل. بالفعل. قلت لك إجا أعمل. باهي شكون عنده مقترح باش يكمل الصورة هذه؟ شكون عنده مقترح؟ تفضل. كمل عليه. وي. وي. مقترح. لكن في الحقيقة حسب رأيي اللي هذه عاودة طيحت عاودة رجعت للتهاد. رجعنا للتهاد كتاب. هكا سي جمال ولا؟ دوك سي جمال تفضل. باهي رجعوا كما كانوا. تفضل وليد. شوية في التصوير قاعد يتبدل في الحركة الأولى والثانية. وهل تتصوروا إلى الحكاية دي بالحق في واقعنا سهلة؟ من تحت ساقه هو وتعطيه هي نجم تهز تيكون كونتر فيو. ميرسي.
ما تحبش تسيب، لأن هذه مضطهد، وأي مضطهد مش بسهل أن يسيب في معناتها في الشخص اللي قاعد يضطهد فيه. واضح معناها لكن لونه لازمها تكون من الضحية مش من المضطهد، مش من المضطهد، من الضحية مش من الدكتاتور. واضح؟ تيبو تنجم تعمل حاجة. ميرسي ميرسي.